بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فريق أوروج من هندسة العاشر قسم ميكاترونكس، ناويين نخش ان شاء الله مسابقة ROV. انا محمود تيم ليدر، و مصطفى امين، مصطفى احمد الليث، عبد الله عمر، محمد الاطون، محمود صلاح. احنا هنبتدي، ده البادي بتاع الغواصة، ودي المواتير، ده الكنترول بوكس، كاميرا. احنا عازلين طبعا الكاميرا والكنترول بوكس، معزولة بسيليكون كنترول بوكس. دي كونفرترز عشان السبلاي اللي جاي لنا من فوق، ودي الريلهات اللي هتشغل المواتير. احنا عازلينه طبعا، هو اصلا كيكه جاي معزول. الكاميرا هي كيكه بتعمل لايف ستريمينج على اللابتوب، وبتقدر ناخد من عندها سكرين شوتس. هنتحرك الكاميرا اهي، تمام، لايف ستريم، وناخد خد سكرين شوت منه. دي كده السكرين شوت اللي خدتها الكاميرا. دلوقتي هنجرب المواتير وهي شغاله. هنجرب يلا. ده الموتور اللي طلع بنزل البواصل. دي المواتير اللي على الجنب، الاثنين شغالين اللي على الجنب، اللي هم هيحركوا الغواصه يمين وشمال. الناحيه الثانيه برده الموتور شغال. ده الموتور برضو بس بيلف العكس، بحيث ان هي ده فوق وتحت، فاليمين اليمين ده كان هيطلع الغواصه لفوق، الشمال ده هينزلها لتحت. احنا جايبين سلوك للكاميرا ووتر بروف. طبعا احنا بنعتذر ان مفيش بيسين نجرب فيه الغواصه، بس البيسين كان فيه اصلاحات وكده، فعلشان احنا في الشتاء كان الجو وحش، فكل الانديه تقريبا بتعمل تصليحات على البيسينات بتاعتها، فعرفناش نجربها. بس كده كده الكونسيبت موجود، بس احنا لحد دلوقتي احنا قلنا نعمل الفيديو ده نوريكم. اصلا كده كده كل حاجه معزوله، كنترول بوكس معزول، والمواتير اصلا دي سي، والكاميرا معزوله. ان شاء الله نقابلكم في مسابقه ان شاء الله يوم 22 23 فبراير. يلا يا جماعه قولوا قروش بعد 3، 1 2 3 قروش.